السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا 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 جدا. الفستان اللي لبنا لابسه ده من شيئين، وعلى فكره مش لابسه اسود في شيئين. ايه ده؟ انا ده كحلي، وانا كنت بقيس اللبس اللي احلام كانت جايبه لي هديه، لكن ده مش الاوت فيت. وعشان انتم عايزين تشوفوا جوله في شقه لبنا بسرعه يا احلام، بسرعه رقيقه قوي. فعشان انتوا عايزين الجوله في الشقه، فقلنا نصور جوله في الشقه قبل ما لبنى تسافر عشان ننزلها لكم خلال سفرها. ان شاء الله هعمل لكم فلوج وانا مسافره، اعمل لكم حاجات جميله قوي هتعجبكم ان شاء الله. ان شاء الله وصلوا بس الفيديو ده ل 100,000 لايك، ولبنى هتعمل لكم فلوج بقى وهي مسافره فين، والفندق عامل ازاي، والفندق عامل ازاي، واكلها وشربها بقى، وكل الحاجات الحلوه دي. فيلا ان شاء الله بقى نبدا جوله في الشقه. نبتدي بقى جوله في الشقه من اول الباب. ماشي. ان شاء الله الشقه تعجبكم وذوقها يعجبكم. قولوا لي كل الحاجات اللي مش هتعجبكم ايه عشان اغيرها ان شاء الله. وانا اللي اخترت كل حاجه الحمد لله باذن الله بتوفيق ربنا، وان شاء الله تطلع جميله وتعجب. يلا بينا نبتدي الجوله. معلش يا جماعه على شكلي عشان انا عندي برد مموتني خالص، فيلا بينا بقى نبتدي. يلا يا جماعه، بصوا يا جماعه هي اللي ده معلش هنا كده في اول الباب مش حلوه كده. احنا دخلنا من الباب، المطبخ في وش الباب على طول. عارفين كده تقسيمه الشقه. اتفضلوا يا جماعه، مطبخي متواضع. لا ما نبتدي بالصاله وبعد كده نرجع. لا اللي في وش الباب الاول. ماشي، انا هوريكم المطبخ سريعا، وهنعمل لكم جوله في المطبخ، هينزل على القناه الثانيه برده النهارده. هعمل لكم جوله في الدرف وجوله في كل حاجه. اتفضلي يا احلام، بصوا ده شكل المطبخ. شكل المطبخ سريعا، دي الحاجه اللي محطوطه فوق الرخامات. ان شاء الله اعمل لكم فيديو كامل مكمل لكل الدرف فيها ايه وكل الحاجات. هنعمله هينزل في نفس الوقت مع الفيديو ده على القناه الثانيه، هسيب لكم لينك القناه الثانيه تحت باذن الله. طب يلا بينا كده. ايه من الباب، اول ما بندخل من الباب حاطين هنا السجاده الحلوه دي، انا اخترتها عشان هي واخده من ديكور الشقه كله، فيها شجره جميله عجبتني، والدلايه دي. ندخل بقى ريسبشن، ابن احلام نايم لوحده، هنروح نوري لهم هناك. اول حاجه بتقابلنا السفره، البوفيه حطيت عليه ثلاثه شمعدان دول من ايكيا. البونبونيره دي حطيت فيها التوفي اللي انا بحبه، ودي برده الفازه اللي احنا كنا فاكرينها بقت فازه، حطيت جواها ورق. لا قالوا لك ده ان هي تمشي شوب برده عصير. هنا بقى وانا اهو البوفيه عجبني عشان اهم حاجه فيه. استنى هوريك والله لو ورها. حاضر يا ادهم جايه. في ليد جميل عجبني قوي، ده شكل السفره ومفرش السفره، ودي شياله حاطه فيها بيتي فور والكحك والبسكوت عشان وده معطر مش عارفه ليه بنحطها هنا ليه، تقريبا كانت بتعطر قبل ما احنا نيجي هنا. البوفيه بعد ما نرجع هوريكم جواه ايه بعد ما اوريكم شكل النيش. دي سجاده اخترتها اعتمدتها عشان حسيت ان هي شكلها لايق مع ديكور الشقه وشكلها حلو ستايل عجبني. وده النيش اللي احنا بسناه، حطينا هنا الكاسات كلها. تعالى تيجي يا اماني تاخدي ابن احلام المسكين اللي بيعيط ده. بص يا جماعه النيش شكله اهو، دي الكاسات والحاجات الكريستال. اوعى تفتكروا الموضوع انتهى لحد كده، هتفتح لكم النور. الجو عندي كله هنا بفيش. دي الكاسات الكريستال وطقم الشاي، ودي كاسات بوميني، ودي كل الحاجات اللي انا وريتها لكم اصلا في الفيديوهات. وده طقم الصيني. وده طقم الصيني. حطيت هنا في حاجات اتبقت مني، وحطيت الفازه الصغننه بتاعت ايكيا وثلاث شمعدانات دول. وانا بجيبهم كنت فاكره ان ما لهمش لازمه، بس يا جماعه قسما بالله كل حاجه جبتها كانها جايه مكانها. يعني ثلاث شمعدانات دول مش عارفه كنت احطهم فين، جم مكانهم بالالوان. يعني بصوا اخضر في نفس ديزاين المكان، في البيج، في الروز، في البيج. وهم بيركبوا برده على بعض يا جماعه، دول من ايكيا. شمعة كديكور عشان كمان تعمل ريحه. هنا بقى حطيت باقي الطقم اللي هو زي دول اللي هنا في النيش، حطيت هنا الكاسات دي، وده طقم شاي ورا كمان. هنا قاروره بالاربع كوبايات بتاعتها وريتها لكم برده. طبعا انتوا الحاجات دي مش جديده عليكم، انتوا كده شفتوا كل الحاجات دي قبل كده. وبقيت بقى الريسبشن اهو يا جماعه. معلش في منديل وقع في الارض عشان ليلي بنت حنان كانت ايه بقى ده كده بقى. ايه يا رب منزل وما احبش كده عبط. بصوا يا جماعه السفره 8 كراسي، بس انا حسيت ان الحته دي فاضيه، قلت هجيب بعد كده في المستقبل كرسي هزاز، وممكن احط اي ديكور هنا. بس حابه اكتر فكره ان انا افصل الجزء بتاع السفره عن الجزء بتاع الانتريه، صرت احط الكرسيين دول هنا كده خلاص. هنا حطيت الثلاث بلاويز دول فيهم شكل فراشه، ودي النجفه. وريهم احنا كده شكل النجفه. النجفه نفس الشكل ده، هوري لكم احنا راجعين تاني من هما. بصوا كانوا ثلاث نجفات، بس انا فصلت واحده وقلت هما اتنين كفايه. حاطه نفس السجاده هنا، وده شكل الانتريه، ده جلد مقلوب. حبيت الخامه دي جدا، وجبت الانتريه يمشي مع لون الكراسي بتاعت السفره كشمير في بيج. ودي شكل الستاره، ودي جوي جوجو نايمه.
نايمة. بصي يا جماعة يا جوجو يا جوجو. بصي يا جماعة شوري. هنا بقى حطيت الترابيزة، اخترت الترابيزة دي. هو اصلا انتري ما كانش ليه ترابيزة، بس انا اخترت الترابيزة دي تمشي معايا يعني. بصوا كده المنظر من بعيد، ليها نفس الرجلين بتاعت كل العفش اللي عندي. ودي علبة مناديل والباسكت بتاعها هناك اهو، جبتها برضو ذهبي عشان تمشي مع ديكور الشقة. ودي بونبوليرا كريستال، حطيت جواها شوكولاتة، بس طبعا يعني اتغبينا على الشوكولاتة كلها. ودي طفاية برضو كريستال، ده شكل الستاير. بالنسبه للناس اللي كانت تسال لبنى انت بتجيبي طفايات ليه في الجهاز يا جماعه، لو حاجه لها ضيف حب يدخن هتعمل ايه؟ دخن فيها. ده شكل الستاره. بقى برضه اوريكم حتى اقفل البلكونه، بس دلوقتي الدنيا ضلمه. الدنيا ضلمه دلوقتي عشان احنا بالليل. بصوا بقى احنا كده ايه، ده الشكل اهو من هنا، على ان في طرقه طويله كده بتدخل على الاوض جوه، وده شباك للمطبخ. يعني لو حبيت مثلا يعني تناول حاجه للسفره على طول من الشباك. وانت قلت لها سيبوه يا سيبيه يا لبنى. دي اماني جايه في الطرقه جت فجاه. بعد ما بنمشي بقى من الطرقه طبعا خلاص كده حافظين تقسيمه الشقه. هنقابل هنا الحمام الصغير، وهنا دي جزامه واخده دور الكونسول والجزامه في نفس الوقت، حاطه فيها بقى شوزات وحرفات وكده. ما فيهاش مكان في الرف في خالص. دي مبخره تمام، شكلها كيوت. بصوا يا جماعه احنا هنقفل الفيديو، نجيبهم هم من جوه يطلعوا بره وعشان نكمل لكم بقيه الجوله. خرجناهم هم بره بقى، واحنا جينا هنا لبنى قالت لكم ان دي جزامه في نفس الوقت كونسول. انا حاطه هنا مفرش من نفس برده شكل المفرش، ودي جيب بنخره، ودول شمعتين، ودي المرايه. نلاقي بقى الحمام الصغير ده شكله، دي مرايه والحوض وطقم كده يعني. والمراية دي بتشتغل ليد؟ بتشتغل ليد، بس الفيشة ورا والفيشة بعيدة. بس حطيت هنا باسكت، ده شكل الحمام الصغير. هنمشي بقى كده. معنى انا اكتشفت دي طرقة طويلة برضه حاطين فيها سجادة ونفس الدلاية. هنلاقي هنا بقى أوضة الأطفال، تعالوا أوريها لكم. ها هي غرفة الأطفال. بصوا ده السجاد، ده السجاد، السجاد والنجفة الحلوة دي اخترتها، وده خروف، ودي شكل الستارة كده، الستارة، وده شكل الدولاب. طبعا في كراكيب هنا كتير، بعدين هنشوف قصتها، هنشوف هتحطها فين. شكل الدولاب، ودي ده شكل السجاد، اخترت يكون لايق شوية، وكومودينو وكم حاجة كده فوقه، وحاجات صباع أحلام، ودول شنطتين بقى للسفر. بس كده اللي بعد كده الليفنج الاول. بصوا لا هنقابل هنا في طريقنا اهو الحمام الكبير، ناخد بس ايه بالترتيب. لا يا جماعه حاجه كده على قد مقاسه. بصوا حاطه شاورات وصابونه هنا كده، ده الحوض اهو. قولي هتوديه فين اهو. ودي فرش، فرش جوزي معلش بحب احطها قدام المرايه، وفرشه بتاعت اوريو وحاجات كده يعني، حاجات كده. هنا بقى ده شكل ستاره الحمام. هنا دي واحده هي كده حطها فوق، حاطه فيها حاجات غساله وحاجات المنظفات، وهنا المنظفات، وهنا الغساله وحاجاتها كده فوقيها، وهنا ده الباسكت بتاع الغسيل، ده الباسكت اللي بطلع فيه الغسيل من الغساله. ده شكل الحمام، وده الحاجات اللي انا فرشاها في الارض للحمام، حاطه برده معطر. ودي المناديل اللي انا قلت لكم عليها اللي باشكال ورد ورد. والله عظيم جميله تحفه. بص بقى هنا هنقابل على طول اوضه الليفنج، قدام قدام الحمام على طول في اوضه النوم. هنرجع لكم ليها تاني دلوقتي. الليفنج احلى حاجه برتاح فيها نفسيا في الشقه بصراحه، لان هو المكان بتاع القعده. دي النجفه اللي هي اختارتها للليفنج، النجفه دي ليد حلوه جدا. اصبروا نقفلها كده. بصوا شكلها اهي، شكلها اهي عشان مش باينه قوي في الكاميرا. ده جزء بس، ده الجزء اللي من فوق مش ده اللي جنبه. احنا عامله زي الشيخ بتاعي ده اللي كان اعمى. ايه ده، هي بتتقفل تاني وتتفتح تاني يعني؟ اه يا جماعه هي بتتقفل يعني تتقفل كده اتقفلت، تتفتح كده اتفتح اللي فوق. هنا بقى الليفنج بقى بندخل كده اهو، كده اهو بيقابلكم في الوش. لو سمحت تعالي من هنا. اوكي، هنا الشاشه وترابيزه التلفزيون، دي سجاير جوزي معلش، ودول تلات الفازات بتاعت ايكيا كله بينفع اهو، ودول باورين بنك بشحنهم عشان اخدهم معانا واحنا مسافرين. هنا بقى حاطه الشوكولاته، الشوكولاتات وحاجات جميله، والبان
وفي دراج هنا برده فيها ريموتات وحاجات، ودي مروحه، ودول بروازير من ايكيا فيهم ورد، ودي الثلاجه بتاعت الميه مش عارفه تشتغل ازاي، واحلام قالت لي في زرار عشان هي نفس اللي عندي. قاعدين نقول يا رب اكيد بايظ الثلاجه دي ما بتنزلش ميه ساقعه، فكلمتني احلام الثلاجه ما بتنزلش ميه ساقعه اعمل ايه؟ فوالله لو في زرارين ورا دوسي عليهم هتشتغل على طول. فقالت لي انت غبيه قوي، ده شكل الليفنج ودي الستاره والبلكونه. لا قالت لي ان هي اللي غبيه مش انا. ايوه انا غبيه. هي دي شكل البلتكانه، هي يا جماعه دي كده شكل البلتكانه وشكل الستاره. اخترت برده الستاره نفس اللي بره في الصاله، دي ترابيزه عليها بتاع الستارات للشاي وطفايه ومسليات، وعارفينها اللي علي كان جايبها لي، شوكولاته وعلبه المناديل بالباسكت بتاعها، ودول ثلاث ترابيزات حطيت برده عليهم شمع ايكيا وبازات ايكيا ونفس شكل المفارش. ودي ساعه بعد ما جبتها واقفه على 4 ل 4 مش قادره تشتغل. ودي ده شكل السجاده، حبيت السجاده اكتر حاجه عشان هي شبه الستايل كله. امبارح كنا بناكل مانجا، فبعد ما قمت تعالي بقول لها انا ازرق وقعتي المانجا في الارض، تعالي بصي هي اصلا لون في السجاده. هي لون؟ اه هي لون. انا اتخضيت وقعدت اقول له يا لهوي ليه كده؟ صح هو لون. بس ده شكل الليفنج بتاعي المتواضع. يلا بينا ندخل على اوضه النوم. كده ندخل على اوضه النوم يا جماعه، معلش عشان وقفنا السور رجعنا تاني. بصوا بقى معلش الاضاءه في اوضه النوم مش قويه قوي، فمعلش سامحونا. دي نجفه ب 20. بصي اه كده بس برضو هي مش قويه قوي بس ماشي. هي اهو بليز كونكت عشان هي بتتوصل بس بالبلوتوث يا جماعه. ده المفرش، انا كنت حاطه مفرش الابيض بس شلته وقلت احط المفرش ده، شكله حلو عاجبني، فكنت نفسي اشوف شكله هيبقى ايه. هنا دي التسريحه عليها كميه، هنعمل لكم جوله في التسريحه يا جماعه تشوفوها برده في قناه تانية. بس دي شنطه الميك اب بتاعتي، ودي شكل الكومود و باسكت وعلبه، وده المفروض يعني اللي هناك ده المفروض يتحط هنا بس عشان الطرقه هتبقى صغيره، فربنا اختارت ان هي تحطه هناك، وبرده يعني لو تقعد تلبس عليه شوز او حاجه. ودي دفايه حتى يا جماعه في شنطي ومناديل الجيب عشان احطها جوه الشنط. اه شاطره، برافو عليك. ودي بقى الدفايه يا جماعه، ودي فرشه شعر، وده اللي انتوا شفتوه اللي انا جبته لها اللي انتوا شفتوه، وده شكل الدولاب. ثانيه ابعت لكم ده شكل الستاره. ايه رايكم في الديكورات في العفش شكل اوضه؟ بصوا ده شكل الدولاب اهو. فيا جماعه والله يعني نورتوني وشرفتوني في بيتي. يا جماعه نورتوني في بيتي الصغير المتواضع، اتمنى يكون عجبكم. قولوا لي ايه رايكم في كل حاجه في الشقه. ان شاء الله هنعمل لكم جوله كامله في المطبخ، هوريكم كل حاجه في المطبخ بكل الظرف، وهوريكم برده هنعمل دلوقتي فيديو جوله في تسريحتي. وان شاء الله كل الحاجه تكون عجبتكم. قولوا لي ايه رايكم في ذوقي، ايه رايكم في الحاجات الحلوه اللي انا مختارها. وما تنسوش توصلوا الفيديو ده ل 100,000 لايك، وهتشوفوا الفيديو جوله في مطبخي بالكامل في القناه الثانيه اول ما توصلوا الفيديو ده ل 100,000 لايك. واللي مش مشترك في القناه الثانيه يروح يشترك وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوز الجديده، وان شاء الله نعمل لكم حاجات حلوه كتير من اللي بتحبوها، نعمل لكم فلوجات كتير حلوه وهنزل لكم برده جوله في تسريحتي ان شاء الله. بس روحوا وصلوا الفيديو ده 100,000 لايك، احنا هنصوره ونخليه لان ربنا مسافره. بس اول ما ان شاء الله الفيديو ده هيوصل 100,000 لايك هنزله بقى بعدها على طول بإذن بس كده. يلا باي باي.